أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. لا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة
وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
كان على ربك حتما مقضيا. ثم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن Thank you.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.